الرحمن الرحيم. الكتاب الثالث من كتب علماء السنة القائلين بولادة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام هو كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة للشيخ الإمام العلامة والفقه الفهامة علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغ المتوفى سنة 855، حققه علق عليه السيد جعفر الحسيني، إصدار المجمع العالمي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. صدر الكتاب في هذا الطبعة عامي 2011، طبعا له طبعات أخرى ولكن هذه الطبعة التي عندي. أما بالنسبة إلى الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام فقد ذكر في صفحة 451 قال في ذكر أبي القاسم محمد الحج الخلف الصالح أبي محمد الحسن الخالص، وهو الإمام الثاني عشر، وتاريخ ولادتي ودلائل إمامتي وذكر طرف من أخباره وغيبته ومدة قيام دولته وذكر كنيته ونسبه وغير ذلك مما يتصل به. يذكر أقوال عدد من العلماء ثم يذكر ولادته في صفحة 453 حيث يقول ولد أبو القاسم محمد الحج بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة، وأما نسبه أمن وأما فهو أبو القاسم محمد الحج بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد بن ناقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وأما أمه فأم ولد يقال لها نرجس خير أمة وقيل اسمها غير ذلك، وأما كنيته فأبو القاسم، وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي. هذا هو الكتاب الثالث من كتب أعلام مدرسة السنة في الاعتراف بولادة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. بقية الكتب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.